يقول بعض المتحمسين للنداءات الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة إن ضرب المرأة في مخالفتها لأمر زوجها فيه إهانة لها وامتهان لكرامتها كإنسان، فماذا تقولون في هذا الكلام؟ أولا، ليس هذا الضرب رأيا ولا تشريعا من أحد، إنما هو من الله سبحانه ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد من احترام هذا التشريع. والمنكر له أو المستهزئ به بعيد عن الإسلام. وثانيا، إن ضرب المذنب بوجه عام أحد الوسائل التأديبية التي أقرها جميع العقلاء في كل العصور وكل البيئات، وإن اختلفوا في كمياته وكيفيته، فلا يجوز الإنكار عليه إذا تعين وسيلة للتقويم والتهذيب. وثالثا، هو عقوبة ليست خاصة بالمرأة، بل هي للمرأة والرجل، فليس فيه امتهان لكرامة المرأة، فهي ليست أكبر شأنا من الرجل في الكرامة. ورابعا، كيف يقول هؤلاء عن ضرب المرأة إنه امتهان لحقوق الإنسان وحقوقها، وهم لا يتورعون عما هو أكبر وأفظع كالقتل بأسلحة الدمار الشاملة التي لا تبقي على صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة ولا على مجرم ولا على بريء. وخامسا، إن ضرب المرأة النافذ هو آخر وسائل التهذيب بعد فشل الوسائل الأخرى من الوعظ والهجر، كما يقال آخر الدواء الكي. وسادسا، إن الضرب عقوبة رمزية لها تحفظات واحتياطات نص عليها الحديث الشريف وقررها العلماء، من ذلك حديث واضربوهن ضربا غير مبرح، وحديث يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه، وحديث ولا تضرب الوجه ولا تقبح. وقال العلماء في الضرب لا يكثر عظما ولا يبني لحما ولا يشوه الجسم ويكون بقصد التأديب ولا يسرف فيه، ويغلب على الظن أن الضرب يفيد في التأديب وإلا كان عبرا. ومن هنا نعلم أن الضرب للناشز لا عيب فيه ولا اعتراض عليه، والله أعلم.